بأي حق قتل عدنان؟ سلام ميزامي، جيسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم معايا سور ما شين. اليوم فيديو خاص، فيديو بالنسبة لي فيديو حزين جدا اللي كنمروا به حاليا، وهذا الصدمة اللي تلقيناها مؤخرا ديال الاغتصاب واختطاف الأطفال، اللي حنا ضروري خصنا نشوفوا حد وحل لهذه الظاهرة الخطيرة جدا اللي ما بغاتش توقف. دونك غادي نحاولوا نناقشوا واحد النقطة اللي هي النقطة الأولى. كيف كنعرفوا كاينين الأمهات بيان سور كيبغيو يفرحوا بوليداتهم، كيبغيو يلبسوهم دي اكسسوار، كيجيبوهم لهم هدايا وديكشي. دونك شوفوا كاينين بعض الآباء أو الأمهات كيشريو مثلا للطفل أو الطفلة سمية، كتكون عندهم تكون ان اكسسوار بحال مثلا السمية ديال الطفل هنا أو السمية ديالو في لاكوغميت. دونك نحاولوا نفيديو هاد الشيء ونحيدوا علينا هاد الشيء، سواء كان الاسم كامل أو لا الحرف الأول من الاسم. علاش؟ لحقاش الطفل ملي كيشوف واحد الشخص عيطلو بسميتو، هي بسذاجة ديال الطفل غادي يثق فيه وغادي يمشي معاه بكل براءة. لحقاش الطفل معروف بالبراءة والسذاجة ديالو. دونك أول حاجة نحاولو نيفيتيو هاد المسألة هادي ديال هي اكسسوار فيه الاسم أو الحرف الأول من الاسم ديال الطفل أو الاسم متكامل. شوز والمسألة الثانية اللي خصنا نيفيتيوها ونجنبوها اللي هي ما نبارطاجيوش لي زاكتيفيتي أو البلايص ديال الأطفال ديالنا في لي ريزو سوسيو. كيف كتعرفوا دابا مواقع التواصل ولينا كنشوفوا الناس بزاف في الحياة الشخصية، وأي حاجة ولات كتبارطاجا في مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا بنتي او ولدي كيلعب في هذا البارك او اللي كيمشي لهاد سال دو جو او شي حاجه، نحاولوا ما نبينوش وما نوريوش وليداتنا في كيمشيو يلعبوا هكذا، باش ما يجيش الشخص اللي هو عنده نيه سيئه ويمشي عند الطفل ويمشي معاه بكل سذاجه وكل براءه. لحقاش الطفل ما عارفش غيقول يلاه معايا نديك عند ماماك، غادي يمشي تو سامبلوم. حاولوا نيفيتيو هاد النقطه اللي هي اساسيه جدا من النصائح. والنقطة الثالثة اللي صراحة ترددت أنني نبارطاجيها اللي هي الطفل ملي يدخل لتواليت نحاول نوريوه أنه يستنجى بوحديته، ما حتى ماماه ممنوع لها منعا كليا أنها تقوم بهذه العملية. علاش؟ لحقاش ديك لابارتي أو هذيك المنطقة هي محرمة على الغير وخا حتى ماماه. هذه فكرة خصنا ندخلوها له باش هو يكون عارفها. اي شخص اتجه لديك المنطقه يكون هو على علم وعلى درايه بانها ممنوع منعا كليا ان شي واحد يقيس هذيك المنطقه. والنقطه الرابعه اللي هي خصنا الطفل ديالنا نهضروا معاه بطريقه بريئه، ما نحيدوش البراءه ديالو، بطريقه بريئه نحاولوا نوصلوا له واحد المساله اللي هي اي طفل او اي ولد يقدر تحرش بولد، واي بنت تقدر تحرش بنت، واي رجل كبير في السن ما تيقوش فيه ويقدر ياذيه ويدير له شي حاجه خايبه. دونك نحاولوا نوصلوا لهذه المساله بكل براءه، وكيف قلت لكم كنانسيستي على النقطه ديال نهضروا معاه بكل براءه وما نزعلوش ديك البراءه ديالو. نفهموا بان ممكن الولد يدير شي حاجه خايبه في الولد، وممكن البنت دير شي حاجه خايبه في البنت، واي رجل مسن او لا رجل كبير في العمر قد ماما ولا قد بابا ما يثقش فيه. ماشي حيت هو رجل كبير غادي نثق فيه وغادي نمشي معاه، لا، حتى هو ممكن يدير فينا شي حاجه خايبه واللي هي خايبه بزاف وتقدر تقضي على مستقبلنا وعلى حياتنا. والنقطه الخامسه اللي هي نحاولوا اطفالنا ونحاولوا حنا في العادات والتقاليد ديالنا كيجي عندنا شي ضيف سواء كان غريب قريب، اي ضيف كيجي كيهز الطفل ويحطو على ركابيه وبدا يفرح به ويقفزو بحال هكا. ماشي اي واحد النية ديالو سيئة وماشي اي واحد النية ديالو طيبة. نحاول نبينو ونوضحو للطفل بان هاد الحركة هادي ممنوعة حتى هي، وكيف ما كنقولو له ممنوع دير بيبي على حوايجك نقولو له ممنوع تجلس على ركابي ديال هاد الراجل او حتى المرأة، باش هو الطفل ما غاديش يدير الفرق ما بين رجل وامراه. ممنوع منعا كليا الوليد يطلع فوق ركيبته ديال الراجل او ديال المراه،
وتكون عنده هذه القضيه نورمال. حتى هذه غادي نبينوها له ونوريوها له من المحرمات. لحقاش بزاف بزاف ديال الاطفال اللي كيتعرضوا للتحرش بلا ما يوعاو بلا ما يحسوا بلا والو. التحرش ماشي هو انك ماشي هو الاغتصاب، ماشي هو القتل، ماشي هو الدفن بحال اللي تعرض له هذا الطفل هذا اللي هو عندنا الله يرحمه مسكين. الامان ما بقى، الامان ما بقاش الامان، ما بقاش في الدنيا. الواحد خصو يعرف فين يخلي ولادو ومع من يخلي ولادو، وخا عارف مع من يخلي ولادو خصو دائما الشك يكون مواكبو. الا شكينا غادي نحمي ولادنا. دونك هاد المساله هادي ديال انه يجلس فوق رجلات او فوق ركابي ديال شي واحد حتى هي ممنوعه منعا كليا وحتى هي من المحرمات. وسادس حاجه اللي خصنا ناخذوها بكل عين اعتبار، الا الطفل ديالك رجع عدواني تجاه شخص ما او لاتجاه شخص محدد، هاد النقطه خصنا ناخذوها بكل جديه. يعني ما نتهاونوش، ماشي هو تيقول لك لا ماما ما بغيتش نمشي معاه وكيبكي وبحرقه وكلشي، وانت اللي تقول له لا خاصك تمشي، سيف عليك خاصك تمشي، بحال اللي كيديروا لنا كلشي والاسر المغربيه والغير المغربيه. يعني سيرتو الا كان شي واحد شخص من العائله كتثق فيه 100% ما كتكونش غادي تنوي فيه انه غادي يكون واحد انسان كيتحرش الطفل. دونك الطفل يقدر يكون كيحس ولا عدواني، هذيك العدوانيه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، وهي با في مي سون فو. يعني خصنا نعرفوا علاش هذا الشخص ولا عدواني، هذا الطفل ولا عدواني من جهه هذا الشخص. نقطه رئيسيه وضروريه نحاولوا ناخذوها بعين الاعتبار وما نتهاونوش فيها. سابع نقطه، نحاولوا الطفل ديالنا نخليوه يثق فينا كل ثقه. كيفاش؟ مثلا ندافعوا عليه الا دار له شي واحد شي حاجه، نخليوه يثق فينا مليون في المية، باش اي حاجه وقعت له تعرض ليها ما يخبيش علينا، ما يخافش منا وما يتخلعش، ويكون تايق فينا ويعاود لنا الصغيره والكبيره. هكذا باش نقدروا نحميو الاطفال ديالنا. دابا الا الطفل كنتي كتغوت عليه دائما وكتبين له بانك ما تقدرش تدافع عليه قدام الناس وتبين له بزاف ديال الحوايج انك انت ضده، الطفل ما غاديش يثق فيك مليون في المية كيف ما حنا باغيين، ويعاود لك الصغيرة والكبيرة. بزاف ديال الاطفال كيتعرضوا بزاف ديال الحوايج ومن الخوف ما كيقدروش يصرحوا الاهالي ديالهم. علاش؟ لحقاش مونك دو كونفيونس او لا فقدان الثقة. حاولوا الطفل نعطيوه كل الثقة ونخليوه يثق فينا مليون في المية، هكذا باش نحميوه ونحمي وليداتنا. وما بين النقط اللي هي مهمه اللي انا كنأسست عليها وكنركز عليها، اللي هي كلمه السر بينك وبين الطفل ديالك. مثلا كنتي مشغوله، كان عندك كنتي مسخره، كنتي في العمل، ما عندكش الوقت انك تريكوبيري الطفل ديالك من لاكريش او لام باك دو جو بارك دو جو او لشي بلاصه. دونك غادي تعطي كلمه السر لواحد الشخص اللي انت كتثقي فيه، غايقولها له وغادي يرد عليه. الا كانت الكلمه هي هذيك راه غادي يمشي معاه، كانت الكلمه ماشي هي هذيك ما غاديش يمشي معاه. دونك بيان سور الطفل غادي يستوعب هذه المساله من 4 الفوق او من 5 الفوق، باش كيولي شويه كيفهم وكيستوعب الهضره اللي كنقولوا له. دونك نحاولوا نطبقوا هذه المساله، ولو حتى كانوا هاد النصائح يحمي ولادنا غير 50%، ولا نخليو الوحوش الادميه تستغلهم وتكرفس عليهم ويكون مصير ديالهم بحال مصير ديال بزاف ديال الاطفال اللي مساكن مشاو فيها ضحايا الله يرحم الجميع. والنصيحه التاسعه والاخيره اللي هي حتى هي مهمه، الطفل ديالك ما يباتش في شي بلاصه بلا بيك، ما يمشيش يبات في شي دار وانت ماشي فيها، واخا يكون كيف ما بغى يكون الطفل ديالك خاصك تكوني معاه. لحقاش ما كتعرفيش ديك الدار شكون يكون فيها، ما كتعرفيش، يقدر يكون من لحمك ومن دمك ويغدرك، وكيقول لك دائما الغدر كيشم الاقرب المقربين. دونك ملي تكون الطفل ديالك فشي دار خاص ضروري تكوني معاه. وحاجه واحده اخرى، راقبوه كيفاش كيلعب وشنا هي انواع ديال اللعب اللي كيلعب بها. مثلا كان طفل صغير ولد مشي كيلعب لي بوبي، مشي كيلعب لي كويزين ديال البنات، خصنا توت سويت نعرضو على اقرب طبيب نفساني باش هو يحلنا المشكل. كذلك بالنسبه للولد ولا بالنسبه للبنت هي لا ميم شوز. والطريقه اللي كيلعب بها واش طريقه عدوانيه او لا طريقه كالم اللي كيلعبوا بها كاع الاطفال. دونك هادو هما النصائح اللي قدرت نجمع ومساعده صديقه ديالي اللي كان موجه لها تحيه سيتو باس بار لا سلمى. كنحاولوا ما امكن اننا ابسط الاشياء
نقط ما خدتش منا بزاف ديال الوقت، وكذلك حتى الا خدمناها ما غاديش تاخذ منا مجهود، باش وليداتنا يبقاو دائما في الحضن ديالنا محميين، ما نترزوش فيهم وما يمشيوش لينا بلمح البصر بحال اللي وقع بزاف ديال الاطفال. الله يحفظ والله يستر. صعيبه بزاف انك تفقد الطفل ديالك، واخا نعياو وما نقولو مسكين، تخرج مع ربعه العشيه مشي يشري الدواء لماما، تخطف، انا كنسمي هذاك خطف، انك ضحكتي على الطفل وكتقول له وريني بلاصه فلان فلانيه وريني بلاصه فلان فلانيه، والبراءة او السذاجه ديال الطفل اللي خلاته يمشي معك بكل نيه وبكل ثقه باش يدير فيك بليزير، انت تفليتي عليه، كيتسمى خطف وضرب واغتصاب وقتل ودفن. هادشي كله وقع في النهار وحنا ما سايقينش الخطر، ومع ربعة ديال العشيه. فين هو هاد الامان؟ فين هما هاد الناس هادو اللي كاينين؟ فين ما كاين والو ملي الطفل مشى مع ربعة ديال العشيه وقع له هادشي كامل. انا براسي اللي في هاد لاج وفي هاد العمر وهاد الاكسبيريونس اللي عندي نخاف على راسي. حاولوا لو ماكسيموم حافظوا على ولادنا، ما نسخروش ولادنا، ما نخرجوهمش الزنقه يبقاو يلعبوا مع منواله، ما نخليوش ولادنا مع اي واحد مع نامبورت كي، راه حنا ولينا في غابه، وكنقولها وكنعاودها، ولينا في غابه ما بقيناش في الدنيا ديال الامان، ولينا في غابه الدقه كنجي من اقرب المقربين عساك عند الناس اللي بعادين. نحاولوا نردوا البال بالنسبه للاطفال، هذا انا فيديو درته بالنسبه للاطفال، ونقطه حتى هي نشير ليها، وبالنسبه للمسنين كذلك، مسنين اللي كاينين بزاف اللي مساكن فقدوا النطق، فقدوا بزاف ديال الحوايج، دونك ردوا حتى هما كيوليو كوم دي بيبي. نحاولوا نردوا جوج ديال العناصر اللي هو الطفل والمسن اللي فقد الكلام. وكنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عطات شويه ديال الافاده، ويا رب تحفظنا وليداتنا وتحفظنا الناس اللي عزازين علينا، وبعد علينا هاد الوحوش الادميه اللي بصراحه ما بقيناش كنعرفوا في من نثقوا وفي من. راه مشكل الام كتخدم والاب كيخدم، كنحطوا ولادنا في مدارس كنثقوا فيها، كنحطوا فيها مبالغ ماليه باهظه، والله يحسن العوان الناس اللي هما موظفين ولا الناس اللي خدامين على قد الحال، كيتكلف ويتسلف ويمشي يخلص ديك المدرسه، وبعض المرات الغدر كيجي في ديك المدرسه، كيف ما وقع هنايا في واحد القضيه اللي وقعت هنايا في مدينه طنجه ديال واحد المدرسه، اللي تحرش اب ريسبونسابل ديال المدرسه تحرش بطفل عنده 4 سنين. هادشي كيوقع، ولادنا ما نخليوهوش اي بلاصه قبل ما ندخلوا المدرسه اولا لا كريش، نتحروا عليها مزيان، مره نمشي نطلل عليها، مره نمشي نشوفوا دي شنو واقع له، مره نعيط في التليفون الا كانوا لي كاميرا حاجه زايده ومزيانه. دونك نحاولوا ردوا البال، ما نتهاونوش، الطفل ما يخرجش الزنقه، كنقولها ونعاودها. وكنتمنى هاد لا فيديو تكون نالت اعجابكم وتكون استفدتوا منها ولو غير شويه. نحاولوا نطبقوا النصائح، ما تاخذش منا مجهود، والله يخليونا وليداتنا والناس اللي عزازين علينا، وبعد علينا اي وحش واي شخص غادي يضرب اي شخص، الله يبعدو علينا ويحفظ لنا بلادنا، ونرجعوا كيف ما كنا شحال هادي، فاش كانت النيه والصفاء في قلوب ديال الناس وما كانش هاد التحرش. يمكن كان وما كناش كنصيقولوا الخبار، ولكن جو سوي سور انه ما كانش بهذا الحجم وبهذا التوحش وبهذا الكثره اللي ولينا فيه دابا. كنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو في راسكم، تعالوا بخير.